في البداية في أي إطار يمكن أن توصف لنا الحالة التي تعيشها مصر في هذه المرحلة، حالة التي ربما يصفها البعض بحالة الاضطراب الآن داخل الدولة المصرية بفعل بعض الدعوات للخروج في تظاهرات ضد النظام، وعلى إثرها كانت بعض الاعتقالات التي وصلت إلى حتى 2400 معتقل حتى الآن، وحتى مع خروج العدد اللي خرج اليوم ليس بالكبير أيضا. كان أولا حالة القلق الموجودة في مصر هي حالة كان لابد إنه الدولة تحتاط لها، ولكن الاحتياط هنا ينبغي أن يكون احتياطا في حدود القانون، ولا ينبغي إنه يعني يتجاوز الإجراءات الأمنية الاحترازية. نعم. إنما القبض على أعداد كبيرة من الشباب والمواطنين شيء يعني أنا بستنكره، وكما استنكره نقيب المحامين، وكما تستنكره كل المنظمات الحقوقية سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية. وأنا يقيني إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد جولته الموفقة في الأمم المتحدة ينبغي أن يكون أكثر ثقة بنفسه وبالنظام، ويفرج عن هؤلاء الشباب، لأن لا مصلحة له ولا لمصر ولا للشباب هذه الأعداد الغفيرة إنها تدخل المعتقلات. لا مصلحة له من أي ناحية بالتحديد دكتور إبراهيم؟ لأنه طبعا هذا أي واحد يعتقل بيصبح خصم للنظام. نعم. يعني الاعتقال بيولد حالة نفسية، وخاصة عند الشباب، والشباب الذي يعبر عن نفسه وله حق دستوري له أن يعبر عن نفسه، يتظاهر، يحتج، مدام في حدود الاحتجاج السلمي أو التعبير السلمي، فلا ينبغي للدولة أو الحكومة أنها تأخذ هذه الإجراءات اللي أنا بعتبرها مغالاة فيها ومتطرفة. هذا ربما حضرتك ذكرت أنه خاصة في فئة الشباب، ماذا عن فئة الشيوخ وكبار السن؟ عندما تحدث عن سيدة سبعينية، سيدة نجلاء القليوبي على سبيل المثال، التي أيضا ألقي القبض عليها على خلفية موقف لحزب الاستقلال مما يحدث في مصر. أنا بستنكر طبعا عمليات القبض والاعتقال والسجن عموما، سواء بالنسبة للشباب أو بالنسبة للكهول أو للشيوخ. نعم. وبالتالي أنا أستغرب أن النظام حقق بعض إنجازات يشهد بها المجتمع ويشهد بها العالم خارج مصر، فليس بحاجة إلى هذه التصرفات اللي أنا أعتبرها تصرفات عصبية. كيف قرأت ردة فعل نقيب المحامين سامح عاشور الذي أبدى قلقه من إلقاء القبض على بعض المحامين أثناء حضور يعني التحقيقات، خاصة السيد محمد الباقر الذي ألقي القبض عليه بالأمس عند حضوره جلسة النشط السياسي على عبد الفتاح؟ أنا أؤيد كل ما قاله الأخ الصديق سامح عاشور، ورجل يعرف معنى الكلمة، وتصريحاته هي تصريحات مسؤولة وتصريحات في صالح المجتمع، وبالتالي ينبغي أن يستمع إليها النظام وأن يصلح بعض التجاوزات أو يتراجع عن التجاوزات التي حدثت بالفعل، ويفرج عن كل المعتقلين إلا من ارتكب فعلا مسلحا. نعم. عندما وده
أيضا ينبغي أن يخضع لمحاكمة عادلة وبحضور حقوقيين للتحقيقات وللمحاكمات.